أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت، والبداية مع أبرز العناوين. محافظ حضرموت يبحث مع مسؤول الشؤون المدنية بالولايات المتحدة جهود التنسيق لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعا لها وتشيد بتفاني ويقظة قوات الأمن والجيش. مسرح موغادور الشهير بباريس يشهد حفلة نغم يمني في باريس. ومن الإيجاز إلى التفصيل، أهلا بكم. بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا مع مسؤول مكتب الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوينغ الوضع الأمني وجهود التنسيق لتعزيز الأمن وفرض النظام والقانون ومكافحة الإرهاب. وجرى في الاجتماع التأكيد على أن تظل حضرموت أنموذجا للأمن والاستقرار ومساهمة الولايات المتحدة وقيادة التحالف العربي والمجتمع الدولي لدعم جهود الاستقرار. وأشار محافظ حضرموت إلى جهود السلطة المحلية في تثبيت الأمن ومكافحة الجريمة وضبط الخارجين عن النظام والقانون والنأي بالمحافظة عن المجابهات والسعي لتحسين التنمية وتوفير الخدمات، مؤكدا أن حضرموت تنشد الأمن والسلام وتتطلع إلى تعزيز التعاون في هذا الجانب. وجدد مسؤول مكتب الشؤون المدنية بالولايات المتحدة الأمريكية مساندة الولايات المتحدة لجهود السلطة المحلية في حضرموت لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب، مؤكدا الحرص على أن تظل حضرموت محل استقرار ومفتاح الحل لأي حلول سلمية قادمة. عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت اجتماعا لها بالمكلا برئاسة محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي. وقفت اللجنة في اجتماعها أمام الوضع الأمني ونتائج عملية ميزان العدل التي تنفذها قوات الأمن والجيش ضد الخارجين عن القانون. وأشادت اللجنة الأمنية بتفاني الأجهزة الأمنية والعسكرية وتنفيذها لمهامها وفق الخطة الأمنية المقررة من اللجنة الأمنية بالمحافظة بيقظة عالية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى. وأثنت اللجنة الأمنية على عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية بجميع تشكيلاتها في بوتقة واحدة وحرص عال لتنفيذ المهام الأمنية الملقاة على عاتقها لحفظ الأمن والاستقرار. وأقرت اللجنة الأمنية استمرار العملية للقبض على جميع المطلوبين أمنيا والخارجين عن النظام، محذرة كل من تسول له نفسه إقلاق الأمن والسكينة العامة للمواطنين الذين يعدون رجل الأمن الأول في الاستقرار الأمني. اختتمت بالعاصمة الفرنسية باريس حفلة نغم يمني في باريس الأوركسترالية على خشبة مسرح موغادور، والتي أقامتها مؤسسة حضرموت للثقافة ووزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية والسفارة اليمنية في باريس. وتأتي الحفلة ضمن جهود مشروع السيمفونيات التراثية، قد ألف مقطوعاتها وقاد الفرقة الأوركسترالية فيها المؤلف الموسيقي اليمني محمد القحوم. ويهدف المشروع إلى تسليط الضوء على الفنون الموسيقية والغنائية التراثية اليمنية وتقديمها بأسلوب أوركسترالي على المسارح العالمية. التفاصيل في سياق التقرير الآتي. على مسرح موغادور في مدينة النور العاصمة الفرنسية باريس، أقيمت حفلة نغم يمني في باريس كثالث حفلة من نوعها بعد الأوركسترا الحضرمية في العاصمة الماليزية كوالالمبور في العام 2019. تلتها حفلة نغم يمني على ضفاف النيل في العاصمة المصرية القاهرة في العام 2022. الحفلة أحياها أكثر من 70 عازفا وفنانا يمنيا وعربي بقيادة المايسترو محمد القحوم، وسط حضور رسمي وجماهيري كبير. بداية ودي أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لشيخنا العزيز الغالي الحاضر الغائب شيخ عبد الله بقشار رئيس مؤسسة حضرموت
يعني الذي كان يعني الجندي المجهول وراء كل هذا النجاح الكبير الذي تحقق اليوم. الشراكة الكبيرة بين وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومؤسسة حضرموت كان لها تأثير كبير، ويعني النجاح أصبح نجاح أشمل وأكبر، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اليوم يكون العرض متميز بقيادة المايسترو محمد القحوم. هي يعني كمية الطاقة الإيجابية اللي وصلتنا من الجمهور يعني لا توصف، سعيدين جدا. لازلنا في بداية المشوار، محتاجين نبذل جهد أكبر، محتاجين يعني نشد حيلنا أكثر، عمالوا للسقف الطموح يرتفع وسقف المسؤولية يرتفع. الفنانون والفرقة الأوركسترالية قدموا 10 مقطوعات موسيقية مستوحاة من ألوان يمنية جنبا إلى جنب مع مقطوعة موسيقية يمنية فرنسية، إلى جانب عدد من العروض الفلكلورية اليمنية الخارجية في باريس، بطريقة جذابة وغير معتادة تظهر اليمن بصورة مشرقة ولغة مشتركة تجاوزت الحدود السياسية والاجتماعية. أكثر من 1500 حاضر في بقعة النور هذه تسلطنت أرواحهم بأصوات السلام الموسيقية وتجاوزوا ضجيج أفكارهم، متقيدين بمقولة الموسيقى وحي يعلو على كل الحكم والفلسفات. أكد محافظ شبوة عوض بن الوزير حاجة المحافظة للمنشآت الصحية التخصصية والمتنوعة والقادرة على خدمة الصحة العامة للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية ومعه وكيل المحافظة أحمد الدغاري إلى مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة بمدينة عتق. استمع محافظ شبوة من مدير المستشفى الدكتور صالح الحمصي إلى شرح حول مستوى سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بجميع أقسام المستشفى. وأشاد محافظ شبوة بجهود وانضباط إدارة ومنتسبي المستشفى وتحسن العمل والخدمات فيها، لا سيما التخصص في مجال أمراض الأمومة والطفولة، مؤكدا دعم قيادة محافظة شبوة للمستشفى، مشيدا بتدخلات منظمة أطباء بلا حدود البلجيكية للارتقاء بمستوى الخدمات في المستشفى. دشن محافظ المهرة محمد علي ياسر بمدينة الغيضة فعاليات يوم اللغة المهرية التي ينظمها على مدى يومين مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. وأكد المحافظ بن ياسر أهمية الاحتفال بيوم اللغة المهرية كلغة تاريخية أصيلة محل فخر واعتزاز، وتحظى باهتمام من قبل مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم، داعيا الآباء والأمهات إلى ضرورة تعليم أبنائهم اللغة المهرية في البيوت للحفاظ عليها من الاندثار، لافتا إلى أهمية الشعر في اللغة المهرية. أوضح الأمين العام لمركز اللغة المهرية عبد العزيز جعفر أن المركز سينظم فعاليات متنوعة لتعزيز الحفاظ على اللغة المهرية والاهتمام بها، لافتا إلى أهمية انضمام مركز اللغة المهرية إلى جامعة المهرة كمؤسسة بحثية رسمية تهتم بتوعية الإنسان المهري بتراثه وتاريخه والحفاظ عليه وتنميته وتطويره. نفذ بمدينة سيئون مشروع وسيلتي من مخلفاتي، الذي استهدف على مدى أسبوع 22 معلما من مدارس مدينة سيئون بهدف إكسابهم مهارات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية من مخلفات وخامات البيئة المحلية من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها في إنتاج الوسائل التعليمية بطريقة مدروسة وآمنة. المزيد في التقرير الآتي. وسيلتي من مخلفاتي مشروع فرصة فريدة من نوعها، الذي يعتبر انطلاقة نوعية لتنمية مهارات المعلمين الإبداعية في استحداث معالجات فنية وتربوية جديدة في إعادة تدوير المخلفات للبيئة وتوظيفها في تصميم وإنتاج وسائل تعليمية بداخل مدارس مديرية سيئون.
المشروع هذا يأتي لكي يقول بإمكاننا احنا أن نستخدم هذه المخلفات كلها في إنتاج وسائل تعليمية. هذه الوسائل التعليمية يتم استخدامها في توضيح المعلومات وتوضيح الدروس داخل الصف الدراسي. نوصل بها معلومة للطالب بطريقة مختصرة وعلى طريق على شكل مجسمات أو لوحة تعليمية أو ملصق تعليمي. صنع عدد من الوسائل التعليمية التي يستفاد منها في الحصص الدراسية من المخلفات التي غالبا ما تكون عبء على عام النظافة، يعاد تدويرها وتصنيعها بأشكال جميلة ملونة منسقة تعطي أقصر الطرق لإيصال المعلومة للطالب من خلال هذه الوسيلة التعليمية. هذا كان هدفنا الرئيسي. المشروع الذي نظمه صندوق النظافة والتحسين وإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئول باستفادة أكثر من 22 معلما ومعلمة، ركز على تصميم وإعداد الوسائل التعليمية من مخلفات البيئة وخاماتها المهملة في سبيل مساعدة التلميذ وجذب انتباهه واهتمامه، علاوة على توفير الوسائل التعليمية التي تفتقدها معظم المدارس. حقيقة نحن لمسنا أنه مدارسنا تعاني كثير في مسألة الوسائل التعليمية لما لها من تكلفة كبيرة على ميزانية المدرسة في ظل الظروف الشحيحة التي تعانيها المدارس. جاء هذا المشروع ليكون بديل ويكون يلبي حاجة المدرسة من الوسائل التعليمية. المشروع يعني يستفيد من أنه قام على استخدام المخلفات الموجودة في البيئة، كيف نستفيدها ونعمل سنعمل هناك إن شاء الله من مجموعة من الطلاب يشاركون احنا أنصار البيئة ليشاركون في إنشاء وسيلة تساعد المعلمين في مختلف العناء الميالات المواد الدراسية إن شاء الله. أتاح المشروع فرصة لتعلم إعداد وتصميم الوسائل التعليمية من مخلفات البيئة المحلية والمعاونة في تدوير المخلفات وتحولها إلى وسائل تعليمية مفيدة بطريقة مدروسة وآمنة. نظم مكتب الشباب والرياضة بمحافظة شبوة وفرع اتحاد كرة القدم بمدينة عتق مهرجان اعتزال النجم واللاعب الوطني الكبير جمال العولقي الذي مثل المنتخب الوطني والناشئين في عدة محافل عربية وإقليمية ودولية. وأقيمت بالمناسبة مباراة ودية ضمت نجوم منتخب الأمل وحسان أبين ونجوم تضامن شبوة، انتهت بالتعادل الإيجابي بخمسة أهداف لمثلها. وعبر اللاعب جمال العولقي عن سعادته بتتويج مسيرته الكروية بتكريم محافظته وقيادتها لمهرجان اعتزاله، لافتا إلى أهمية هذه المناسبة في حياته وتاريخه الكروي المليء بالمنجزات الرياضية، مؤكدا تسخير خبراته لتطوير لعبة كرة القدم على المستوى المحلي والوطني. عين الاتحاد اليمني لكرة القدم مساء يوم الاثنين جهازا فنيا جديدا لقيادة منتخب الناشئين، ووفقا لنص قرار التعيين سيكون الجهاز بقيادة المدرب الشاب سامر فضل ومساعده علي النونو وأمين سود مدربا للحراس. ويأتي الجهاز الفني الجديد خلفا للجهاز السابق بقيادة محمد حسن البعداني ومساعده هيثم الأصبحي ومدرب الحراس محمد نجاد، وسيكون أول استحقاق أمام الجهاز الفني الجديد إعداد المنتخب لبطولة غرب آسيا للناشئين. ختام النشرة، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يبحث مع مسؤول الشؤون المدنية بالولايات المتحدة جهود التنسيق لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. اللجنة الأمنية بحضرموت تعقد اجتماعا لها وتشيد بتفاني ويقظة قوات الأمن والجيش. مسرح موغادور الشهير بباريس يشهد حفلة نغم يمني في باريس. في ختام النشرة مشاهدين الكرام، تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. ونترككم في أمان الله.